عمري عبد الرزاق، نقرا في ديزونشي مدرسة كاهينة. صباح جوزنا اللغة العربية وفيزيك، صافا الحمد لله خدمنا. صافا شوية شوية اللغة العربية، بصح فيزيك ساهل. فيزيك ساهل؟ اه. والحشية؟ اللغة العربية واش طاح لكم؟ النص. على زعما الأطفال واش يديروا الآخر، على باش يخدموا هذيك تاع التلوث. هذا ما كان النص برك كبير. الفيزياء؟ فيزيك على الشوارد عطاونا، عطاتنا زعما الشوارد وتاع الامن الكهربائي ووضعيه كيف كيف هشا. وعشيه واش عندكم؟ مدنيه واسلاميه. مدنيه واسلاميه، وراك واجد ان شاء الله. صافا ان شاء الله. وي اللغه العربيه اولا كان النص شويه طويل، مي ما كانش فيه زعما كلمات صعاب ولا، كان كلش موضح. مام الاسئله كانوا موضحين اللي تابعين للنص، كان كلش باين، ما تلقيت حتى صعوبات في الحل تاع لي سوجي. مام الفيزياء كان كلش باين. عربيه من قضيه الاعراب والقواعد حاجه قريناها، لي وجد روحه هذه باينه حيقدر يحل. كان كلش في محله، ما كانش صعوبات ولا. استاذ ماده الرياضيات استاذ خليفه بمتوسطة القبة، كانت سير الامتحانات عادية، كانت في ظروف عادية كما سابق الامتحانات. كانت التلاميذ هو تحصيل حاصل هذا شهادة التعليم المتوسط لتعب مدته عام، كان عام دراسي موفق للجميع إن شاء الله، ندعو عام دراسي موفق للجميع بعد مجهودات التلاميذ والأساتذة و المؤطرين والإدارة. والحمد لله كانت بعد ما جوزنا مواسم الفارطة استثنائية بسبب جائحة كورونا، هذا العام كانت ظروف عادية. بعد البداية كانت بداية حرصنا على بروتوكول الصحي للكورونا مما أثر على مردودية ونفسية التلاميذ نوعا ما، ولكن بعد مرور الوقت استحسننا إن شاء الله، استحسننا التجاوب التلاميذ مع هذه الجائحة، وكانت أمور عادية، دراسة جازت عادية والحمد لله يا ربي. وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى النجاح للتلاميذ كامل، النجاح إن شاء الله. أنا عندي دوك هنا وليدي يجوز دوك أكتوالمون دوك هنايا، التحضير تاعو كان شوية صعب عنده باسكو التواريخ تاع تواريخ مام في التربيه الاسلاميه عندهم تانيك تواريخ، شويه كان واعر عليه ماشي حا. اليوم الصباح في اللغه العربيه والفيزياء صافا، العربيه كان صافا، كان السوجي في متناول الجميع، يعني كان يعني فيه مناقشه. تانيك الفيزيك تانيك يعني صافا، كان مليح، كان حاجه مليحه يعني. بو تربع مواد يجوزهم في نهار يعني ماشي حاجه سهله. يعني جدول التوقيت تاعهم بزاف، يعني عندهم كيما دوك حشيه يجوزوا تربيه مدنيه ويجوزوا اسلاميه، يعني الزوج مواد تحفظه، هادو الزوج مواد تحفظه. وكيما صباح داروا لهم زوج يعني تاع فهامه، يعني في نهار واحد يعني يجوزوه اربع مواد، يعني شويه ثقيله عليهم شويه.